شاهدينا، خلينا نروح دلوقتي نشوف مشهد آخر بس كمان لفنان آخر، فنان الكبير علاء مرسي. شفنا حلقاته في الكبير قوي، نرجع لحضراتكم. بنتي أنا حبيبتي، والله بنتي حبيبتي يا بنت، البتاعة دي بتطرف عيني يعني. وبعدين حقك عليا مضايقاك، طول عمرك بتفرطك دي مبهدلاني. شفت المفاجأة بقى؟ أنا عامل لك مفاجأة رهيبة، العيلة كلها متجمعة ما شاء الله. يلا يلا صبحي كده على العيلة وما تتكسفيش. ها عندنا عيلتنا، ها قول لهم كلهم صباح الخير، عمك وخالتك وعمتك وولاد عمك كلهم صباحي عليهم. صباحي. صباح الخير. ايوه لا كده هزعل منك. ليه؟ صباحي على ماما، ماما ست الكل. ماما دي؟ ايوه. صباح عليها ايه؟ ده نقرا لها الفاتحة. يا بنتي صباحي عليها، صباحي قولي لها بونجور مام. قولي صباح الفل يا ست الكل. صباح يا بنتي بونجور مام. بخوخ بونجور بخوخ مام. مام. برافو مام. بنوتي الشطرة. يلا روحي بقى كده اقعدي جنب حسن خطيبك. ايه ايه بتنحى كده ليه؟ ما تكسفيش خالص، حسن زي اخوك وخطيبك وابن عمك. ها لا 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 انتوا متربيين سوا، هتبوظ لي وداني دي. انا ما مكسوفاش ولا حاجه، انا بس مش متذكره كويس. حسن ده كان كان المجشه ولا الجردل ولا ايه؟ المخده يا بنتي، حسن المخده. مخده. يلا امشي نجري، روحي اقعدي جنبه. يلا صباح الخير عائلتي الجميلة. أهلا، إزيك يا إبراهيم؟ أهلا وسهلا، أهلا صباح الخير. شفتي الجمال؟ شفتي عيلتنا الحلوة؟ إيه يا سلام. إيه مالك؟ افرحي بعيلتك، عمك صبحي، حسن خطيبك، عطيات عمتك. إيه شفتي بقى؟ شفتي إحنا لما بنتجمع على الفطار كعائلة، شوفي شوفي بيحصل لنا ايه؟ الشموع بتنور، الحياة بتنور فعلا كما قال الأستاذ ويكس. يا أخي كنت عالثبات وهزتني، واللي فات ده كان سحري. طلعنا منها على خير يا رب. تقولي حاجة يا رباب؟ لا ده وشوش الخطوبة بقى ما بيني وما بين حسن، بيقول لي هاتي بوسة وبيحك رجله في رجلي. ايه؟ بيقول لي عايز كيس مخدة. يا نهار اسود. والله ما تربي ابنك يا صبحي، وإلا قسما عظما أفسخ الخطوبة على الفطار دلوقتي وخليها تطلعوا على الغدا. عيب عيب يا حسن. وآسف يا ست عطيات، كل ما انفعل بتتوتري، مرة في مرة هتولعي وتتحرقي وتولعينا معاك. اهدي بقى بس اهدي. الكبير قوي. وخلينا نروح للفنان علاء مرسي. اهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا، اهلا بيكي استاذه جمانة، واهلا بيكم وفي التلفزيون الحبيب والاقرب الى قلب التلفزيون المصري وجمهوره في العالم كله. وكل عام وانتم بخير، وربنا ان شاء الله يجعل ايامنا كلها خير. اللهم امين. طيب يعني الحقيقه حضرتك دايما ظهورك حتى لو ظهور في مشاهد، خلينا نقول مشهدين او حلقتين زي ما تابعنا في الكبير قوي، كضيف شرف دايما ظهورك بيكون مميز، دايما ليك بصمه، دايما بنشوف انه ظهور علاء مرسي بيعمل حاله كده من الكوميديا والبهجه والضحك مختلفه. بصي، هو فكره الضيف الشرف ده اذا كان مؤثر ومهم للدراما والعمل الفني كامل، فأنا فورا بنفعل بيه وبعمله. ودايما هو المقياس ليا انه الدور يبقى مؤثر في الدراما، لو تشال الدراما تهتز او مسارها يختلف. هنا في الحالة دي انا بحب ابقى موجود في العمل الفني وبيبقى له تأثير. طبعا ده بعوامل ثانية مع مخرج واعي لقدرات الممثل اللي جاي يعمل المشهد ده او الجزء ده في الدراما. طيب مشهد زي اللي احنا تابعناه دلوقتي، دكتور
او يعني مشهد مريض نفسي، والدور ده الحقيقه لو اتعمل يعني يتعمل بشكل يبقى احنا بالنسبه لنا شعب دمه خفيف اصلا، فمش اي حاجه تضحكنا، فيتعمل بشكل يا اما يبقى مبتذل او سخيف ما يضحكش، يا اما زي ما شفنا علاء مرسي بيجسد المشهد ده. حضرت للدور ده ازاي؟ هو في مراحل. اول مرحله فيها الشكل الخارجي اللي بيبقى عامل ازاي. الشكل الخارجي ده بيبقى من تصور للمخرج والكاتب والمسؤولين عن الشكل زي الستايلست يعني. فهم اللي بدأوا، الأستاذ عبير الأنصاري والأستاذ أحمد الجندي، شاف من خلال رؤية الأستاذ أحمد إن الشخصية دي هيبقى شكلها كده، بالشنب ده، بالنظارة دي، بالكاب ده، بالشعر ده، بالمشية دي، شافها كده. وأنا في نفس الوقت لازم انا كممثل اصدق الشكل اللي هم تخيلوه. فانا بمجرد ما ادوني الريفرنس ده بالتالي شفت الشخصيه. بعدين ببدا اذاكر الموضوع نفسيا، يعني لانه انا مؤمن انه الدراما او الممثل اذا تعامل مع اي شخصيه دراميه هي شخصيه في الحياه. وهذه الشخصيه قد تكون في الحياه او قد تكون ستكون في الحياه في الخيال، أو قد تكون تمت وكانت ماضي. فإذا هي موجودة في خيالاتنا أو في الواقع بتاعنا، فأنا أبدأ أشوفها. فعشان أشوف ده لازم أشوف الجانب النفسي، لأنه هو المدخل الحقيقي والأساسي اللي يوديني لمرحلة الصدق في الشخصية. فأنا درست الموضوع نفسيا، والشخصية أساسا هي سيكوباتية، فبالتالي لابد أن أنا أرجع لموضوع هل ده مرض إيه؟ مرض عقلي، مرض نفسي؟ فلقينا شخصية مريض نفسي بمرض اسمه العصاب أو الانفصام. تخيل عدم تصديق الحدث، فبالتالي بيشوف شخصيات هي مش موجودة، أو بيشوف واقع كان موجود مش مصدق إنه هذا الواقع اختفى. الشخصية دي موجودة في حياته ما زالت، فده بيحصل له انفصام. الشخصية بيبقى عنده شخصيتين. عم فخري ده عنده بقى مشكلة تانية، انه هو عنده التخيل العقلي كمان، عقليته مش قادر يتواءم مع الواقع. فهي شخصية انا دخلت لها من هنا، فان هي بقى تضحك او ما تضحكش ما كانتش قضيتي انا في الموضوع، حساباتي انا كانت برغم ان انا في عمل كوميدي وعمل ناجح وعمل دخل البيوت على مدار 6 اجزاء وست اجزاء ناجحين وبنجم كبير زي ميكي وعمل مهم ونجوم كوميديا تخرجوا من هذا المسلسل على فكرة. يعني معظم طبعًا النجوم الموجودين في الساحة دلوقتي هم خريجي مدرسة الكبير. طبعا يمكن احنا زي ما سمعنا منك دلوقتي فكرة دراسة أبعاد الشخصية دي نقطة مهمة جدا. وزي ما كنت تكلم كمان انه مساحة الدور ملهاش علاقة قوي، لكن أهم حاجة الدور نفسه يكون مؤثر. بالضبط. وده اللي احنا متعودين عليه دايما من علاء مرسي، واحنا نتمنى بقى ان احنا كمان نشوف علاء مرسي الفتره اللي جايه في مشاهد في ادوار كتير جدا. وانا متاكده ان انت تقدر تعمل حتى يمكن ادوار مختلفه مش بس كوميديه. بشكرك جزيل الشكر طبعا علاء مرسي، الفنان علاء مرسي، نورتني في برنامج التاسعه، والف مبروك طبعا على نجاح دورك في مسلسل الكبير.